رايك ايه في مسلسل سبع جار؟ بص والله المسلسل ده انا بعتبره ان هو ايه يعني خادش الحقيقه شويه، ومعظم القصص اللي فيه هي جايبه ايه يعني اسوء حاجه في المجتمع المصري. يعني في شايف طبقات احسن من كده بكتير، وما اعرفش ايه الهدف من المسلسل ده، جايب سلبيات وايجابيات. لا ده المسلسل ده معظمه جايب السلبيات. هو المسلسل للاسف يعني هو كويس، بيناقش مشاكل موجوده في المجتمع وفكر داخل على المجتمع الجديد، واحنا بنرفضه اجتماعيا يعني، ومرفوض اجتماعيا وادبيا ودينيا وكل حاجه في مصر. لكن يعني احنا محتاجين دلوقتي نتصدى للجانب الايجابي شويه، يعني نخلي فيه روح تفاؤل شويه، ما نتصداش للجوانب السيئه والسلبيه في المجتمع. اي نعم دي حاجه ايجابيه، بس ما تصدرش كله ناحيه السلب، لان يعني ده بيصدر فكر وحاجات للاسف في ناس بتطبقه، تؤمن بيه وبتطبقه. والله هو المسلسل بيناقش قضايا الشباب وانحرافات بعض الشباب، لكن طبعا الشباب القاعدة العامة كويسة، لكن إذا كان في بعض السلبيات زي بعض الشباب ممكن بيشرب سجائر أو يشرب مخدرات، أو بعض البنات تنحرف أو تتجوز عرفي في الجامعات أو حاجة من هذا القبيل، لا شك أنه بيناقش السلبيات علشان من أجل منعها، منع ان هي تنتشر بين الشباب. هو تقريبا مش بيبقى مناسب للواقع، بيعيشك في عالم تاني مش الدنيا اللي احنا فيها، وده يعني ده بيأثر في اغلبيه الناس من الجانب النفسي. مسلسل فيه ايجابيات كويسه قوي، فيه سلبيات كويسه قوي يعني. والله سبع جار بيتكلم على سلبيات كتيره، مثلا بيتكلم على سلبيه شرب المخدرات. والله فعلا دي حقيقة موجودة، يعني أغلبية الشباب بتشرب، يعني نص الشباب بقت بتتعاطى المخدرات دلوقتي، بقى أسهل طريق للشاب، بقى دلوقتي بيستسهل أي حاجة، واللي بيوصل المخدرات ممكن بيعمل أي حاجة تاني. الصراع بيتكلم عن الواقع والحقيقة. شايف إن الشخصيات اللي في المسلسل بتمثل الواقع بصلة؟ طبعا بتمثل الواقع. عندك البنات اللي هي بتيجي متأخرة بالليل، وعندك البنات اللي هي بتنزل بدون رقابة، والسلبيات اللي حاصلة في المجتمع دلوقتي يعني بتحاربها برضه وبتقضي فيها وقت كويس يعني. يعني هي احنا ممكن نقول يعني 99 منها واقعية. ما انت شايف ان الحكاية دي تمثل الشارع المصري؟ لا فئات كتير ما بتمثلش الشارع المصري. ممكن يكون جزء منها وجزء بسيط جدا. بتمثل بس مش كل الشعب المصري، يعني نسبه صغيره جدا. عشان كده انا بعترض على ايه ان هم ازاي يمثل نسبه صغيره في المسلسل ده، مش ده كله الشعب المصري ولا ده كل المجتمع المصري. في مستويات، بعض المستويات وبعض الفئات في المجتمع فعلا بتطبق للاسف. نسبه قد ايه في المجتمع المصري؟ لا شك ان هي عمليات طبعا خياليه في بعض الاحيان، وممكن تكون واقعيه. اذا كانت واقعيه ممكن نسبه 50%، لكن الشعب المصري كله شبابه كويس، هو بس طائفه صغيره هي اللي بتسيء للقاعده العامه.